إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو قبل أما كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة تضبية كنتم التعبير الشفهي والكتابي وتعبير أما يعني هل أبور أفكا لغاقا واقعيو وقفك سؤال توسل ويدينيو إيا مد قرال أولا التعبير الشفهي وعرية كقفك أفكا كيش وابي سؤاله تدريب واحد ليلسك كوباد تبادل الأسئلة والأجوبة اسمه إذا أرسد سؤالها إيو جوابها أما ويدين إيو والعلن مع زميلك صاحبك نشاط ثنائي وشغل وقف أي قبانيان أو أي سؤال إسكو ويدينيان إسونة جوابيان واحد هل فكرت ما كف فكرت أولي في الهجرة إناد آد بوفتو أو آد كبرك عضو ودن كاغ يوم من بلدك مال المال مها كم إذا ما كف فكرتين ودن كاغ آد كتكتو لماذا هاد كف فكرتين ما حادو كف فكرتين اثنين هل لديك أقارب تضحك تأمى الله هذا أو أصدقاء أما صاحب أما الله هذا هاجروا كبحي أو كتقوا كقوري من بلادهم ودن كودا أو مثلا تهريبي لماذا محايا وقورين محايا وقتهريبا محايا وقتقين هذي الشران ثلاثة ما البلد ومحايا وضنك الذي وضنك يفضل أي دور بدان أي شعره الناس وضدكم الهجرة إليه إنه أبركعان أما أي أقحان وحون تكون تقان إيه تهريب لماذا محايا لي كتش على هذين أربعة لماذا يهاجر الناس تدكم محايا وقبركعان وأي أقحان من بلادهم والدمضة أي أقحان خمسة في أمريكا تلك مريكا كوحا كويا له مساجد كثيرة مساجد بضنبا كويا له ماذا يعني هذا أرنت أسمع هاي الشيء كيسا يعني المسلمين بدني أي تشوغان أي ترمام يسا ما دام مساجد أي كبدينيين هل يمكن ستة هل يمكن صورة قلبتها أن تكون لنا نقطة البلاد غير الإسلامية والضمضة أن دلك مسلمين تأهين أي مركة هوري يعني دلك قالدي أي دقينيين إلى نقطة أرضا دول جديدة العصب أول الإسلامي دينة الإسلام أي لا دي مسلمين تمن نقون كرتا وصورة قلمية تها وصورة قل هذه مسلمين تكوبتان أو دلك أغلبية ديسا إن قدان تدل الإسلام يسره بيه تجريب تاني لا يلسك الله بعد قم واحد قبطا مع فريق من زملائك أديقو الله شقينا يا كوح صاحب هذا كم ده بمناقشة المشكلات إن أتكد وضان وآد فلنقيسان وطفاليسان لباتوينك التالية سوى صعودة التي لباتوينك أسو تواجه كهري مادة أما الله كل ما الأقليات تدك ترضير الإسلامية إسلام كا وضم يعني شيء هي قال هذا كنول لباتوينك كهري مادة بالفعلية أذيك إيو صاحب ضاء إيو وقت راح الحلول أنا أتصو بندك تان سورة شيدسان حلوشة يعني لباتوينك هلا جبحيو المناسبة كهبون لها لباتوينك محل جبح كرا لباتوينك نشاط الفريق وحوي و كوحبا قبنيسا او كوضا شقيريسا مشكلات في اداء العبادات لباتوين كان لحن الى حق عبادات يقود الشديدة ايا كسو يعني فولي يالتا اما كو واجهانتا اما كوهر تماداتك تيجوغ دي بدها تلالك يعني الشيء قالتا مشكلات الزواج وحي لباتوين كان كل من حق قورك مشكلات لباتوين باكا دعا بين الآباء أبياش وحدري ورابنائي أبطك عدلين ودباتوين
يعني كدع عدي بدها أما وضرالك الشيء يعني سلام كهينه ده المسلمين وترير يكونوا ليهين مشكلات لباتوين باقلا كل ما تدك ترير المسلمين تا يكونوا لضرالك يعني قال هذا في التعليم حقه وحبر الشدر مشكلات لباتوين باقلا قبصدا في العمل حق الشقادة سيوه لها أيام قل لي ذا لباتوين باقلا كل ما هذا ما لباتوين كابدا وها آد كدورة أدي صاحب هذا waluhu xal noqon kara ku haboona ee lagaga bixi karana soo jeediya mushkilatul ikhtilat baa iyaduna kamida isdhaxgalka dhibaatooyinka ka taagan isdhaxgalka bayna jinsiyeed labada jinsi ay isdhaxgalayaan oo rag iyo dumarkii oo isku dhaxgalaya gaalada oo fasax ah dhibaatooyinka taagan baa jira oo dadka muslimiinta ah ka haysta oo markay dalalka tagaan dhaqankii islaamka ka soo horjeeda oo ay diiqad iyo cidhiidhi galaan bal dhibaatooyinkaana xalkeeda iyo guud ahaan dhibaato ay leedahay ka dood oo yacni tarana ka soo jeediya lagu xalin karo tabiib taalid layliska saddexaad qum waxaad qabataa maca fariiqin adiga oo la shaqaynaya koox min zumalaa'ika saaxiibada ah bimunaaqashati almawduuc inaad ka doodaan ood faallaysaan ood falanqaysaan arrinka ataali soo socda mawduuca waa arrinta soo socota waa maxay arrintaas soo socota وحياة المسلم قفك نلاشا قفك مسلم كأه يكون نال في بلد وطن غير إسلامي وطن آن إسلام أهين بو كنو ليها قف مسلم بلمر كان نلاشي سفالي أو محاط بقال سيادو فالي نسان المحاسين وحيابها وناقا يا إلاذا هاي نكا قربتشوغا يكون نال دلش الشيئان إسلام أهين وسوكر لنكرو أما فايدوين كإلاذا هاي والمساوي حمانها يدباتوين la soo darsi kara la soo darsi kara qofka yaani muslimka ah ee isaguna ku nool meelaha ee aan islaamka ahayn yaani bal hada faalayn iyo falanqayn ka bixiya mowduuca maxaa dhiba ee ay leedahay yaani ku noolashada dalalka aan islaamka ahayn maxaa dheefay ku jira saaniyan at-ta'bir al-kitabiyyu imkana waxa weey qaybta labaad waa tacbiir iyo hal abuur iyo culis ah qoraal تدريب واحد ليلسك كوباد اكتب واحد كقرطا في دفترك بو قاقا موضوعا ارهن كقر بعنوان هل كدقي سيهي الاقليات الاسلامية تدك ترضير اسلام في العالم الدنيا دا كنور الدنيا دا قودهان كنور الايجابيات وحيابها فائدوين كا ايو وحتر كا والسلبيات وحيابها نباتها ايو رفات كا أما يعني أن فائدة لهين أي لك رومان أما يعني كتاجن أقليات كدتك ترى ذير إسلام ككم ذا كنول يعني فائدة إن كده واحد كم ذا إن يكون في ديان دين إسلام ك ترلك أي شوغان أبد ضد فربضني دين تبع أي قاتن أي واحد كم ذا آخرس وعد كجف على إستاذ كريشة كيسا فيما لا يقل واحد عن كيرين عن 200 كلمة 200 كلمة 200 كلمة إلى الله باب قول أو إري كجش كي يعني دتك ترى ذير مسلمين تاء الضلال عن إسلام هاي نكون نور وحترك أيران كرتك النور شهادة يدبت أي لا ذهي إلى الله باب قول أو إري كقر استعين واحد لك واحد كاش تامر كلا الله باب قول إري قادنا يصير موضوع عن كورة بيسو بالعناصر قضبة أتهرية صوص عتقاضو oo ka taageeri kara maxaa kamid qodobada asbaabul hijrati sababaha keena dadku inay u hayaamaan ama ay u guuraan ila bilad dalalka gheer islaamiyada aan islaamka ahayn maxaa sababa ee horta kulka horba keela dadna oo dalkooda dadka ka kaxeeya taa ka hadal itniin hayaatul muslimiin nolosha ay ku nool yihiin dadka muslimiintii fi bilad al-igtirabi dalalka qurbaha ah qurbaha ee aan dalalkooda ahayn noloshooda asalba ka waran taata aljawaanib ka waran dhinacyada alijaabiyatu waxtar kale ee uu leeyahay liliqtiraabi ee qurbaha lagu nool yahay dalalka kale bal faa'iidooyinka ay leeyihiin arbaa aljawaanib asalbiya dhinacyada dhibta ah ee ay leedahay liliqtiraabi qurba joognimadu dhibaatooyinka ay leedahay khamsa kayfa yuxaafidu almuslimuun sidee walaashan karaan dadka muslimiinta ahi
على دينهم دين تود سووا لعشان كران قربها أي شوغان يا وثقافة دقن كودي يا قون تودي سووا لعشان كران يا عادات كودي يا دقن كودي جودها حق أقونات يا حق دقن بق ستة هل يعود المسلمون المسلمين ثم قصوا النقرانيان إلى مواطنهم دلال كودي على سرية أسر كاودشان مقصوا النقران دونان لماذا محيقصوا النقرانيان سبعة كيف يخدم سدو قشقيا سدو قشقيا المسلمون ضد المسلمين تيه الإسلام دين الإسلام قصده قشقيا في تلك البلاد والضمضة يكونوا لهين أه والضمآن دل الإسلام أهين سدو دين توجو أديجان يدعوه أوفي ديان يدعن الإسلام كويل عليان أدى الله إدم دين توجو خدمين أيان بهاء بدن بيكتران أو أدو بدن أو إن يدعوه دي في ديان ضد بدن أيقصوا إسلامان إياك اللغو الضيدو تدريب تاني ليلس كاللبات اكتب قر موضوعا أرهن قر بعنوان عنوان كيسو يهي أمهل كدن كيسو الأغليات داد كالترادة ير غير الإسلامية إيان داد دينة إسلام كهيسن كنوال في العالم الإسلامي وداد كالترادة ير إيان إسلام أهين إيان إسلام كنوال فيما لا يقل هذا الآن كيرين عن 150 كلمة وقال إيا كنتون إري ugu yaraan kaga waran iyo wixii dheer ee aad ku dari karto dadka tirada yar ee muslimiinta ah ee dalalka islaamka ku nool ee diimaha kala haysta waahid waa kamida mumarasatu shaa'ir say u leeyimaadaan adiniya yaani shaa'irta astaamaha diintooda haday cilaado tahay yaa haday dhaqan tahay ee sida ay u leeyimaadaan ma aragtay astaamahooda diinood ee kala duwan ee doqolaba dhanbay maartay cibaado sibay u fuliyaan iyo astaamaha ugu dhaqmaan ee diintoodu leedahay sidee u fuliyaan dalalka islaamka markay joogaan ma loo ogol yahay mise looma ogola fursad amal sida u helaan jaanisada xagga shaqada loo siiyo ee wadanka uga haysta uga helaan shaqo waa dalka islaamka talaata al makanatu al ijtimaaciya kaalinta ay bulshada islaamka ku dhex leeyihiin dadka aan muslimiinta ahayn miyaa la takoora mise lama takooro ma waxa ku nool inoo la fiican mise kuma noola يعني هل كيكي كتير المجتمع أربعة حسن المعاملة لقد وناك لقل رقمه يدنا كورن خمسة حسن العلاقات لقد وناك كده حقيقة بين المسلمين تدك مسلمين تيلين نولي هذا الكود اللي تشوقه يو أصحاب الأديان تدك هيستد ديمها الأخرى كالي ديمها كالي الإسلام كاهين بل حليلك ولاسانا كده حقيقة يسيد أود النولي هين بل يدنا كورن قواعد اللغة إما كانوا قاعدوين حق اللقطة الحريرة أدوات الشرط غير الجازم غير الجازمة وعلى مكان قاضنا هنا رياضة شرط جاه عن وحنا الريبين دبضوها الأمثلة تصارياشي أدرس براء واللاحظ فرصه واحد لو كنت متخذا أي النبي عليه الصلاة والسلام هذا عن كذا جانا يا خليلا هذان صميسان يا صاحب لاتخذت أبا بكر أبو بكر بان كديجان لها خلينا نقول نقول هذا النص صاحب الصميسان أيوه أبو بكر بان كديجان لها لكن صاحب الصميسان أيوه كل كأبو بكر نكمل ديجان أيوه ويا اثنين لو أهدي إليه هذه ليس هذه أيوه كراع متشن و يعني قاب كير مثلا نافك أريق وكسو قلك سوقات متشير هذه ليس هذه أيوه أنا أنت بدن تلو أريق هيل معنا له la qabilti waan ogolaan lahaa waan gudoomi lahaa waan yeeli lahaa taraata lawla ara shaqo hadii aan ka baqeyn in aan dhibo ala ummati ummadeeda la amartu waxan fari lahaa oo waajib kaga dhigi lahaa bisii waaki cadeega inda kulli salaatin salaad kasto ay tukanayaan agteeda markay gelayaan inay si cadeeydaan arbaa lawla hijratu hadaan hijradu jirin iyo fadligeeda oo xaq ilaahay wax weyn ku ah la kuntu waxan ahaan lahaa امرأة قف بابن نقول لها من الأنصار أنصارت كمدة أنصارت بابن كمدة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هدانا هجرة وشرين لكن هجرة فضلي يدان لقم مرمين ساسانا يقول نقولين قف أنصارية وأنصارت يقول ديغان كيب أهاين مدينة سيجوغة صوبركعين خمسة لما عرج مركي الإيقاضي الإيقية حق سماواتك رأيت إدريسة وعنقوارك النبي الله إدريس في السماء الرابعة صمد أفراد بأنكو أركي ستة لما خلق الله آدم
markii ilaahay uu uumay aadam masax calaa dhahri dhabarkiisa ilaahay masaxay sabaa kullama awqadu markasta oo ay sidaan naara markay dab huriyaan lilxarbi markay dagaalka dab u shidaanba adfa'aha allahu ilaahay baa dabkaa baktiya dagaal ay huriyeen tamaaniya kullama iqtarabnaa minhu markastoon u dhowaanaba ibtacada uu naga sii fogaadaa tisca idaa jaa'a nasrullaahi kolka uu yimaado ilaahay gargaarkiisu iyo wala fatxu furashada maka la furto wara'ayta annaasa dadka aada aragto yadkhuluuna iyagoo soo gelaya fii diinillaahi ilaahay diintiisa afwaajan iyaga oo kooxa ah oo ummada ah oo reera ah fasabbix bixamdi rabbika waxaad ammaantaa ilaahay ammaan adigoo mahadnaqiisana ku daraya yacni haddii aad mar aragto bay ka dhigan tahay haddaad mar aragto in ilaahay gargaarkiisii iyo diintiisa u gargaaray oo diintii quwadaysatay oo maka la qabsaday oo dadku diinta ay u soo qamaamaan markaa ilaahay dambi dhaaf weydiiso cashara idaa ugu sida lamru kolka haddii kol loo tiiriyo talada iyo maamulka ilaa kayri ahli dadka ku habboon dad aan ahayn fantadiri saacata saacaddii baa dhowe saacadda sugo asharxu imanka waa faallayn iyo falanqayn iyo sii caddayn la sii caddeeyo laaxid u fiirso haddaba adawaati shardi saabiqa erayada shardiga ahee soo horumaray u fiirso tajid waxaad helaysaa oo aada ogaanaysaa annahaa erayadaasi kayru jaazimatin waxba ma reebaan oo ficil ay reebayaan ma jiro wa aqlabu maa yeli inta ugu badan waxa ugu badan ee la xidhiidha wa aqlabu maa shayga ugu badan ee yeli la xidhiidha ee ku xiga ee ka dambeeya haadihi aladawaati erayadan huwa isagu waa alficlu ficilka almaadi ficilka maadi baa inta badan ka daba dhaca erayadan walaa yeli idaa ila alficlu daahiran walaa yeli lama xidhiidho kama dambeeyo idaa ficilka idaa erayga la yidhaah oo yacni zaman ama waqti tilmaamaya idaa ila alficlu ficil unbaa ka dambeeya daahiran muuqda oo muqadaran ama mid qarsoon oo meesha ku qadaran oo ku qorshaysan kama muuqdo walmuqadaru kala qariyo waxa weeye mithlu tusaale ahaan ida shamsu kuwirat weeyaan kuwirat baa ka dambaysa ismi baa ka dambeeya idaa ashamsu baa ku xiga waa ismi dooda hole ataqdiir idaa kuwirat ashamsu kuwirat baa markaa oo kaa joogaa ka maqan tilmaamaya dabadeedna idaa kuwirat baa u qadaran yacni oo a kuwirataasi kan dambe ee ismiga ka dambeeya ayaa tilmaamaya maxaa kaa loo soo qadaraya waxaa kaa loo soo qadaraya idaada ismi kuma xiga sideedaba ficil baa ku xiga haddii ismi ku xigo ficil baa u qarsoomu ku leeyahy idaa kuwirati shamsu kuwirat bay ka dhigan tahay alqaacidatu qaacidadu waxa weeye adawaatu shardi erayada shardiga ah ee wax isku xidha ee kayrul jaazimati aan waxba reebin een afcaasha reebin hiya iyadu waxay tahay oo ka mid ah lowlaa baa ka mid a lowlaa low baa ka mid a aan idhaahdo low horta waa ka mid ereygaasi waa shardi waxna ma reebo waa waxbuu isku xidhaa wa tufiidu macnaahaana waxay faa'iidaysaa lowdu imtinaaca aljawaabi jawaabtii inaanay suuroobayn oo aanay jirin limtinaaci shardi markii shardiga uu suuroobi waayey daraaddii waadaba fiirso markii uu suuroobi waayey waxaa ka mid a low kuntu mutakhidan haddii aan ka dhiganayo aan samaysanayo mutakhidan haddaan samaysanayo khaliilan haddaan qof saaxiiba samaysanayo latakhadtu waxaan ka dhigan lahaa abaabakrin baan ka dhigan lahaa khaliilan oon saaxiib ka dhigan lahaa marka waxa weeyaan abuubakar saaxiib kamaan dhiganin maxaan saaxiib uga dhigan waaye saaxiib baana samaysanaynba egada saaxiib kamaan dhigan abuubakar maxaan uga dhigan waaye saaxiibba ma samaysanayo gebigayga markaa maxaa la waayey jawaabtii oo todanba ah oo ah in abuubakar nebigu saaxiib ka dhigto maxaa loo waayey limtinaaci shardi shardigii baan jirin oo waa maxay
صاحب سميس صاحب سميس ما انشرين بقبيسه أبو بكر يغير كي من دبا لو أهدي إلي كراع هدي مجنت أريق وكالك سوقا ليسو هديه لقبلت وانا أقبل لها وحال أولي مركز سيدة معناها نمك الله راعو نبي ما أقبلين كراع مو أقبلين مو أقبلوا لو مسو هديين بقى أغدا جوابتو أقبل كألا مهلين شرط قال له واي أولا مسو هديين كل قوة الله أقبل أبا مجرو واسلا وعلى مركا وحل حرف امتناع الامتناع مركا لصوكو بيو حرف امتناع الامتناع وحرف تلمامة وح سوروبي واي ومحو سوروبي واي وح كلو سوروبي واي دلادي هذي الله فاهير واسدر وامتناع الجواب الامتناع الشرط وحل واي جوابتي شرط يقول له واي اودي لو لا يلو ما ولو ما لبدا سنه وا كمد تفيدان وحي فائديان امتناع الجواب جوابتي او لو واي ما لو واي لوجود شرط شرطك جوغا او مركو شرطك جوغا جوابته لما هليو وحا كمد لو لا انا شق على امتي امديدا ان ان دبه هدانن كبقنين لا امرتهم بالسواك وحان امر لها ان عاديدان كل كل سو سلاده او كعيان جوابته ولا امرتهم جوابتي بقى لواي ما حرفة إذا سبب الامتناع الجواب لوجود الشرط امتناع الجواب جوابتي أو سوروب ويدول لواي ما حال لواي شرط يجيب الشوقة مركا على يجي الله ما أمرنا واجب الغمدين وجوابتي ما حال لواي دقواي دباتها شرته أو شرط قاع دباتها كتر أنا سهدي لك دقو واجب دباتها كتر أنا سهدي dibaata ka dhalanaysa waxa kala kamida lawla hijratu la kuntu imra'an min al-ansar hadaan hijradu jirin waxa noqon lahaa qof ansara ega dal kuntu imra'an min al-ansar waa jawaabti marka nabigu ansar kamo min noqon oo ansar shakhsi amu noqon muxuu noqon waay wuxuu noqon waay hijra jirta ega da oo waa maalimtana al jawaab bi wujudi shardi baa lagu leeyahay oo shardiga jooga diidaya in maartay jawaabta la helo waxa kala kamida law la iyo law ma iyagu waa isku mid oo waa imtinaac al jawaab bi wujood shard lama ba kamida wa tufidu zaman al maadiya eega dayadu gabigadu waqti tagay bay faa'iisa lama oo iyadu wax kale ma faa'iideeso lama urja bi markii kor la ii qaaday samada la geeyay رأيت إدريس وحن قواركي في السماء الرابعة وقت لصور دافي أم بشيك تاقي بيجيد واحد عاي وقت لصور دافي واحد عاي أم بيتلماميس كارهان واحد تلماميس وقتك خوري واحد عاي رياد دمبا تلمامي وقت لما مركي ووقت يوير إذا با كمدا واحد تلمانتا للزمان المستقبل وقت صوص عدوم ولي لقارين ومحا النبي قال لقوسي إذا جاء نصر الله كلك إلهي قرقار كيسي مادة مركا يعني جوش التماط والفتح ما كله قبضه مرك أي سورة دكتي آياتني لما قبضن هي سورة دني مرك كسي ورميسي مرك وقت قال لجاري تاسد عدوين وقت صوص على التماطة كل ما محي التماطة يدنا تفيد التكرار واحد في أي سورة نقول نقشو التكرار إن شيء قال جو على عليو هو ما يتعزي وعكم إذا كل ما مركز تو أو قدو نارا ay dab hol ciyaar il harbi dabkaas uu horinayaan oo u shidayaan dagaal atfa ahallahu ilaahu wa baqtiya mar walba marka ayadu waa takraar tadriib waa markasta oo ay taa sameeyaan tadriib waahid hadaba layliskii koobaad iyo toobarkii koobaad ayin waxa tilmaanta fiima yili waxan soo socdo waxa cadeysa adawaat shardi cade horta ereyga shardiga cadee wa shardiha shardigeedana cadee wa jawaabihaana cadee aladaad halkan ku qor ereyga shardiga halkan ku qor aljawaab jawaabtan halkan ku qor falamma taraat alfi'atani markay is arkeen labadii kooxood nakasa ala aqibayhi wuxuu u noqday labadiisa lugood buu dib ugu noqday baad u fiirso falamma wa aalatu shardigi taraat alfi'atana waxa weeyaan wa fi'lu shardigi
نكس على عقبيهنا واجب وبشرطه اتين لو اعطيتها لو اعطيتها اخوالك اخوالك كان عظما لاجرك لو اعطيتها هطات سيسو اخوالك اخوالك ابتياشا كان وحو اهان لها اعظم مد اوين لاجرك اجرك الى ديك سيسا اوين مركا لو هطات سين لحيد لو اعطيتها هطات سين لحيد اخوالك ابتياشا كان وحو اهان لها يعني سين تاسي أعظم مد أوي كأوي بوهان لها لأجرك أبال كذلك مركا ما يسينين أبال كأوي نامي هنا من غنسة مركا ويوحى عن يسينين أبتيدين إلا هو امتناع الجواب لامتناع الامتناع الشرط بينون هذا تسين الحين ما تسينين يعني مركا لو ويان أبال الشرط وهلقى سألوا قرية أعطيت يا روا فعل الشرط كان أعظمنا وجواب الشرط اتني ثلاثة إذا سمعتم هداد مقشان المؤذن هداد مقشان قفك مؤذن كأه فقولوا واحد لهذا مثل ما يقول وفي اللي هي أخرى لها إذا دواد أدات شرطي سمعتم نوافع شرطي فقولوا نوحوي وجواب شرطي وجواب شرطي أربعة لو يعلم الناس تدكو هدوية اوغيهين ما في الصلاة وحا صلاة كتشرة هدوية اوغيهين او ايه ما في صلاة العشاء وحا صلاة العشاء كتشرة هدوية اوغيهين يو صلاة الفجر صلاة الفجر وحا كتشرة هدوية اوغيهين لا توهما وإمان الهايين ولو حبوا قرقورت بها كوي ماداني ولو حبوا قرقورت بها كوي ماداني لو دوام حي لو دو وعادات شردي يعلم الناس دتكو هدي اوغيين يعلم نوافع شردي لا توهما وجواب شردي خمسة حيثما كنتم فصلوا علي ميلا توغتان با ايغو سو صليا فاين صلاتكم صلاة دينو تبلغني وي سو غاريسا حيثما وها ويان وعادات شردي كنتمنا كنتم فصلوا علي حيث ما كنتم ميشت توقتان با وفعل شرده فإن صلاتكم تبلغني وحوين جواب شرده ويا وجواب شرده خمسة ستة لو كان فيهما آلهة إلا الله هدي أي شران إلهيك أو إلهي أهين هدي يعني السماواتك يدلك أي شران لفسدتها وي بابي لها ينبا وي بابي لها لو وأداء وكا ايغد وحا افرسو ولمتناع الشرد لمتناع الجواب لمتناع الشرد ويان لو كي يصمدي ماي بابين محاو بابي وين الى هي كلان شرين مركا مروا البوا يضوا عينكا مركا هذا لو دو وأداء الشردي كان فيهما آلهة النواة فعل شردي إلا الله لفسدتها وجواب شرطه لفسدتها سبعة كلما دخلت أمة لعنت أختها مركز طوء أي صوغشو هدي مرؤون صوغشو يعني هدي شرط لقدره هدي مرؤون صوغشو أمة دي وحينا عدشا وراشد أو مارتي قال لماذا كله ولا لودية مركز كلما وادات شرطه دخلت وحويان فعل شرطه لعنتنا وحوي وجواب شرط ثمانية لو تعلمون ما أعلموا هذا دكتهين وحر أوجه إلا ضحكتم قليلا إن يربط قصلي هيدا ولا بقيتم كثيرا إن بدنا نواد أوي لهيدين مركا أجدتك إن بدن إن يرما قصليا إن بدنا مؤويا وعلى جي أبا إن إن بدنا قصليا إن بدنا إن يرنا أويا محا أيوي وين إن بدن أو إن يرو قصلي وين وحن أوجي سن نبغو أوجي هاي وحن نبغو أوجي هاي نم أوجا هذا أكتين واحد أوجي ما أوجيني ساسات يري لهيدا ما يدان يري يعني ويوي دان أوجي واحد أوجي أيون نبي عليه الصلاة والسلام تسعة كلما اجتهدت هذا مر أون دداشو إك ومرك تكرارك تاعي أما مركز تو دداشو هذا مركز تدداشو نجحت وتقولي سلسة
كلما وأذت شردك اجتهدتنا وافعل شردك نجحتنا وحويا وجواب شردك مرك قار أري أفسمال جيوس في ربانين عرب قاب كولا عيان ومعناها مارتي أنا يصير قاعدا كريم واي كتيران أو إمك شردك يا وقتك مارتي مرك قار مع تكرارك مرك لو قدره أيام أنا استسود بحين عشرة كلما دخل عليها زكريا يعني هذو مرء أصوغره يعني مركز أصوغره المحراب مركو محراب كقره زكريا مركو محراب كقره كلما دخل عليها زكريا المحراب مركز أصوغره مريم زكريا ذو محراب كتشوكته وجد عندها رزق مو كهري أرزاق له يسيب ويمني وهي سطه ووقتها أنا ودنا كبو أولين أيو قيمني مركها تاسي وما حي كل ما وأذات شردقي دخل دخل عليها مركو غص وقله مركز طاق وغص وقلبه زكريا مريم محراب كيدو كشرتها مساجدك وحوي قيمني شري أرزاق له يسيء أو أنا عدي بحين مركها دخل وافعل شردقي وجدنا وجواب شردقي ولو آمن أهل الكتاب هذا الرومان لهاي عندك أهل الكتاب كي لكان خير لهم وأول عشان الله ساسة أول عشان الله هيد وأخير بطنان الله هيد ساسة أول عشان الله هيد وأيمك إيمانك وأيلي ما دام با خير أهان الله هم بكرين تاعي وهذا اسم التفضيل ليس على بابه اسم تفضيلكو ما تشوق باب كيسي إمك أوكر ما تشوق باب كيسي إمك أوكر باب كيسي ما تشوق مركا وحوي اسم التفضيل ليس على بابي يعني واحد خير كوح وقتر لها إلى إيمان يسان وساس ساس خير كوح وقتر لها ولو آمن أهل الكتاب هذا يدك أهل الكتاب كرميان لكان خير اللهم ساس خير أهان لحيد مركا حوي خير ميهر يمكن أن تحي محا خير وهل وايد إيمان بان إلا إيمان أمير همين وحرف امتناع الجواب الامتناع الشرط ويان مركا لو وأداة الشرط آمن وافعل الشرط لكان خيرنا وجواب الشرط تدريب تاني الليل اسكالباد استعمل أديكسو أدوات الشرط التالية أريد الشرط أسوص عضا في جمل من إنشائك جملوين أضغو أضع رسودها الأبور كيدا اللي يضحي وشن جملة أدوك الاستعمارية لو يلو لا إذا يكل ما يلما هذا هو استعمالهم هذا هو استعمالهم إما كان هو مسرحية القوي ويعني تلمانتي يشيك هذه كصاب سنيد كي حوق بضنا الأمين أمانة بضنا أود بضنا أمانة بضنا المشهد الثاني وحوية وموقالكي لباد يماشي لباد قوبتي لباد يا أينو كجهلين قوبتي لباد ويعني إما كوامحي وحجرة أبي بكر وقولك يا أبي بكر في اليوم التالي مالنتي لباد كحكتي لليوم الأول مالنتي هوري أينو كصورني يقولك يا أبي بكر أو مالن دنبل يسوي مدويا أبو بكر رضي الله عنه متضجع وشيفا على فراشي سبو كتفا وبكا وعنده أكتسة واحد شوغه عثمان بن عفان بات شوغه وعلي بن أبي طالب نولد شوغه وعبد الرحمن بن عوف نولد شوغه وسعيد بن زيد نولد شوغه ووسيد بن حضير نولد شوغه وطلحة بن عبيد الله نولد شوغه انت صنن أيو أياري يا أبو بكر أياري واللحنن ابن عوف أيها هذلي وعبد الرحمن عوف رسول هل بعثت إلينا معد بعض نص ودرتي يا خليفة رسول الله كي رسولك إلهي أقدم بي مامرك أمد إسلام خو معد بعض نص ودرتي فرينو ماذا نص وفرين نكوني ماضنو أبو بكر بعض يقول سحري نعم ها وأنا يسوى فرين أنا رأيدين يا ري كما بعثت سان وقدري وقفرين فري إلى غيركم ذات كرال إذنك أهين ومن المهاجرين مهاجرين تكمدا
يوال أنصار أنصار تبقى كمدا لأسترشيدا سيان بآرائكم سيان وغط المان قاتو بآرائكم أريدين أركتدين التلدين يعقلين إنان كت المان قاتو وادت المان تان إني أنا قبول كما ترون سيدات إذن كبا أركيسان قد حم أجلي وحقاري ويقول صوحومي أما يعني تاغن أجلي وقت جيجي ويعني حنون كان حنون أنك كعيوم أركيبور وإني أنا أريد وحن دوني أنا استخلف عليكم إن أنا إذن كر ريبو والمضح إذن كدقو رجولا من قويا أود بدا أمينا وأمانا بدا إن أنا إذن كر ريبو وأنا هكذا أنا دين إذا كجت قو أنا إذا كجت عن دنيا أنا استخلف أنا إذا كجت عليكم إذا ك رجلا إذا معمولا وأمير المؤمنين وقويا أود بدر حق معمول كيله أود قلي أمينا وأمانا بدر وقد ألقي وحلا قطورة أرجع في الروع قلبي وح إلى هاي قطورة قلبي قلي أن عمر بن الخطاب نكلا إلى هذا هو يسوق إنه يهي ذلك كا الرجل لك أود يأمان البدن إنه يهي أنا قلبي جي إلى هاي جلي وإلته فماذا ترون إذنكم حاضو أرقتان عمر محاضو أرقتان وصوك لقدوح لماذا ترى محاضو أرقتان يا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوفو في عمر عمر محاضو أرقتان أو أي كلتها إنان كغتها حلك هذا تايد إنه قتبو يري أو إساقو مامور كقبتو محاض كقبتها ابن عوف وحول تسألني واحد يويديني عن أمر أرهن ما تسألني بولي ما تسألني إمو ويديني سيد عن أمر أرهن إمو ويديني سيد إلا وأنت أعلم أضع إيقاء قوم بضان بها أرهن كمني أنيك أرهن يدي ويديني سا مجرو أرهن كستو دي ويدي سكان يكو كلابا أضع إيقاء قوم بضان كارهان أرهن كان ما أنت أدي ويديني سا أضع إيقاء قوم بضان عمر يأودي سي أمانة دي سا هذا إيجا أقوم بدن أو بخروح الوئن هذا أن دونا أن كاغبا أن قوم بدن هذا فالأدو تلالا ذا كديب وإن أن كاغبا أن قوم بدن هذا فهذا تلالا ذا ديب ابن عفوح هو يساق والله ما نقول دارتي هو يعني رأي جيك والله ما نقول دارتي أفضل إساق كون أكسن من رأيك سال أدو واركت فيه عمر saad war kaysa si kasi wareegsan baan u arkaa ana ka horeeyay yani si kasi wareegsan baan u arkaa Abu Bakar wuxuu anta adiguna ya Uthman Uthman akhbirni waxa iga waranta aan Umar ibn Khattab bal iga waran Umar ibn Khattab mahad oran lahayd Uthman wuxuu anta akhbaruna adaa noogu war badan adaa noogu xog ogaalsan adaa noogu aqoon badan bihi Umar bihi isaga waa Umar ya Abu Bakar na Abu Bakar أو بخروح على ذلك يدوي تاسي شرتو وأن يكوا قوم بدن هاي يا أبا عبد الله أبيه يو إني أنا وهذانا أريد وحن دوني أن أسمعك أن أسمع إن المغلو رأيك ترى هذا يدوي تاسي شرتو إذا كوا قوم بدن هاي كسوقات هذانا ترى هذا إن المغلو دقة هاي كفصل عضو أيام دوني أسمعه اللهم علمي anigu waxaan ogahay waxaan anigu ogahay waxa weeye ee ninka aan ku ogeyn ku aqaana anna sariirato waxa u qarsoon ee qalbiga ugu jira ayaa khayr ka wanaagsan min calaaniyati waxa ka muuqda yaani dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo maaragtay shaqadiisa aynu arkayno iyo wax uurkiisa ku jira waxa uurkiisa ku jira ka si wanaagsan waannahu arintu waxa weeye ay shaani leysa fiina anaga nagu ma jiro midna isagoo kale nin nala mid ah oo nagu jiraana nin isaga lamida oo nagu jiraana ma jiro gabigiisaba nin Umar lamida oo agabigayagaba hadaan u nahay muslimiinta nagu jira ma jiro anu saasan u arkaya Usayd baa wuxuu leeyahay Allahumma a'alimuhu waxaan anigu ogahay الخيرة بعدك قفك هو خير بدل إنه يهي هذه الضبطة
qofka ugu khayr badan muslimiintaba adiga marka laga reebo inuu yahay baan ogahay yarda lirida waxa uu ka raali noqdaa wixii laga raali yahay ee wanaagsan wayasqadu lissakhati wixii calalana uu ka caroodaa ee xun wixii wanaagsanna uu ka raali noqdaa waladii yusiru waxa uu qalbiga ku qarsanayo ee qalbigiisa ku jira khayrun ka wanaagsan meeladii yuclina wuxuu muujinaya afiyo adinba waxa uu muujinaya ee ama laga maqlayo ama laga arkayo waxaa ka sii wanaagsan waxa uurkiisa ku jira ee iimaaniyo khayra ee daacadnimo ah ee ikhlaas ah ayaa ka sii wanaagsan ee wixii la mid ah weli yeliya ma qabanayo hada amr arrinkan islaamka iyo taladiisa iyo dowladdan islaamka iyo dadkan islaamka iyo dalkiisa midna axadun qof qaban maayo aqwaa ka xoog badan calayhi arrinka islaamka uga xoog badan oo uga awood badan minhu cumar qof cumar uga awood badan oo qabanayaana ma jiro talada islaamka dabeedna abubakar baa wuxuu yihi jazaaka allaahu ilaahay ha kugu abaalmariyo khayran khayr akhal ansaar nimanka ansaar walaalkoodow isagoo ansaari buu ahaa usayd ibnu xudeer ninkii ansaarla walaalka ahaayo ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo buu waanta adiguna buu yaa caliyo caliyow yaa caliyu bnu abi aalib ee yabna cami rasuulillaah rasuulka ilaahay inaadeerkiiyow maa taquulu fii cumara cumar maxaad ka leedahay adiguna maxaad ka odhanaysaa balaadna tala ka bixi caliyu wuxuu yihi yaa khaliifata rasuulillaahi rasuulka ilaahay kii yacni maamulka uga dambeeyeyow iyo muslimiinta madaxweynahoodiiyow maada aquulu maxaan odhan maxaan ka idhaahdaa anugu oo aan ka sheegaa fii rajuli nin ictiza sharaf uu ku yeeshay alislaamu oo awood uu iyo itaal iyo sharafba ku yeeshay alislaamu diinta islaamku biislaamihi markuu soo islaamay nin ilaahay diintiisu ay awood ku yeelatay kolkuu isagu soo islaamo diinta cizi iyo sharaf iyo awoodiba ugu kordhay islaamnimadiisii oo daciifnimadii ilaahay kaga saaray diinta islaamka maa lam yactaz wax aanu ku awoodaysan sharafna aanu ku yeelan biislaami axadin qof kale islaamkiisa oo siwahu isagaan ahayn muslimiintii kale soo islaamaysay awood aanay diinta islaamku ku helin itaal aanay ku yeelan iyo sharaf aanay ku gaarin qof kale oo dhan islaamnimadiisa aanay ku helin ayay diintu ku heshay islaamnimadii cumar kaa maxaan ka sheegi waqad samictu weliba aan maqlay haddana rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay oo yaquul leh fiihi isagoo ka hadlaya isaga oo cumara ina allaaha ilaahay qad jacala wuxuu yeelay alxaqa xaqa wuxuu geliyey calaa lisaani cumara xaqa iyo wanaaga qalbiga carabka cumar iyo qalbihii baa ilaahay geliyey buu rasuulku isagoo labaan maqlay rasuulkii ilaahay baaba sidaa leh maxaan kolkaa ka idhaahdaa ninka caynkaa rasuulku ka yidhi rasuulkaaba sidaa yidhi oo diinta islaamku markuu islaamay ay sharaf iyo ay mahadisay ee sharaf iyo awood ay ku yeelatay rasuulkuna yidhi ina allaaha qad jacala alxaqa ilaahay xaqa wuxuu geliyey calaa lisaani cumar cumar carabkiisa oo qalbiga qalbigiisa abubakar ba wuxuu yihi buurigta ha lagu barakeeyo allaha ku barakeeyo yabna cami rasuulillaah rasuulkii ilaahay inaadeerkiiyo allaha ku barakeeya famaa baalu aqwaamin dad haddaba arrintoodu waa maxay dad arrintoodu waa maxay yaquuluna igu odhanaya li aniga igu odhanaya baladeeg mucaaradnimadu meel walba way taagan tahay war dad maxay u jeedaan buuri igu odhanaya amaa takhaafu allah war miyaanad ilaahay ka yaabeen abubakarow miyaanad ilaahay ka baqanayn fii tawliyati cumara markaad cumar madax uga dhigayso calal muslimiina muslimiinta markaad madax uga dhigayso miyaanad ilaahay ka yaabeyn miyaanad alle ka baqanayn baa qaari leeyihin buuri wa cumran wakhataab war dadkaasi maxay u jeedaan sidaasaa isugu wada raacdeen oo waxaa tihiin dadkii ehelulkhayrka ahaa ee intooda badan casharatul mubasharin weeye maxaa dadka haddaba ileh cumarow miyaad alle ka baqanayn markaad caafwan abubakarow miyaad ilaahay ka cabsanayn markaad cumar madax uga dhigaysa muslimiinta muslimiinta miyaad jabinaysaa ma dagaal baad ka dhex ridaysaa war muslimiinta
عمر سيد مضح وقدك تابع لي ليه يحبون هضبة تذكر يوم حقوش هذا طلحة تباد بين نير طلحة أودم بي إذا هضبة لقولت لي إذا هضبة فتوكل كوكر صانو على الله إلهي كوكر صانو إلهي إسكوها الله إلهي تلصارو واستخلفه مضح كنك أو معمرك كجتك فوالله إلهي وحنقول دارنايا ليس فينا أن نقوم تشرو هذا المسلمين تنهي من نقوم تشرنن هو ننكاسي أقوى كحوق بدن وأقوى أود بدن على الأمر أرنت أو أم معمرك إسلامك منه عمر نين أقوى أود بدن أنا نقول تشرين باو الله يا إنك أوديب نين دعنا بها هذا أبو بكر يعني أقفزه قارب أمرك عمرك سورة يدو أولى مسلمين تي وأنا أبو بكر إلهي كبقه ورمي هذه إلهي كيامي ورعر بادل كجتي ورو أبو باب إنبع أي رجليه عمر بن الخطاب سألوا لي وحق قبطينا تاريخ سيقول شرتي وحراء صو قبطينا ينتي رسول خليك شوقي ينتي كدن بيسنا وصحابي قرة إلا صو قاضو أقوه الرئية وحقبتك مركان لودي بأمضت نبارها كده أبو بكر روح الحمد لله مركي ثلاثي واللحدين إن أقومهم سنة قاطي وحوار الله بقى ما هضله إذا اطمأن وح حاسلي قلبي جاي مكو حاسلي وعوض كاطي قلبي جاي وح حاسلي بمشورتكم لا تفسقي عند لا تشذي خل خل بقى لقوه هيا منك استوى مضح لما تدقوا دوح لقوك الشيء جيا ده نبغى سو كارس لو بين آدني خل خل بقى قلبي يسلي جرينيا وقلبي جاي مكو حاسلي بور ترى إلى ترسم مقلبي وكو حاسلي وان كو قان قادنا يا إذا شئتم هذا بمرك وحوري إنس وحوري دبينا أنت أمرك يبوري جزاكم الله خير ولا خير هذا كوا بال مري وين بقى يجي جويسين إلى وقف مرك اللي ببقولين يو وقان قادن كروايو وان بكا وسكرات دبها هاي ستة وخير الله ينسيبو يسالفوا يسكن نقطة مشكورين إذا كوالله إذا ما حد نقوار إذا ما حد نغير نقطة يا شيخ تمرك هذا دون تانس كتر ولا يبقى عندي أكتر إذا هكو صهر ولا يبقى هكو صهر ولا يبقى عندي أكتر إذا هتشو عثمان بن عفان عثمان هيكو صهر يبود واللحنين أنتي نكرا إسكت هكذا يبود مرك هذا دون تان عثمان هاي صهر عثمان هاي صهر يبود يخرج القوم قلادي ويبحيان القوم واحدا بعد واحد مدمد بقى وبحين شنتي كلا أيام مدمد وبحي وهم يسلمون يجوا السلام يا على أبو بكر نقول بمرك بحي وصي سلاما ويدعون له وأنا أدعي لها عافية خير بيقول دعية عثمان أيام ذبح نص واحد عثمان يراوح أركا أبو بكر روحه كو أركا يتوجعوا سوا حنون سنة إنه أبو بكر حنون سنة حنون بقى badan ba Abu Bakar markaa dhibaya Uthman oo qura ku soo haray wuxuu leeyni anigu laaraaka waxaan ku arkaa Uthman oo Abu Bakar oo Uthman ba oranaya inni laaraaka waxaan ku arkaa ta tawajjuc ilaad xanuunsanayso xanuun badan ba ka muuqda ya Abu Bakar oo ya Abu Bakrin Abu Bakar oo xanuun badan ba ka muuqda ee falaad uu la kama kugu yeeraa أهلك حكتدى دي ده يقدر دار ما يسيه هذي كربا أهد بعضه بقطع يعني يوحو ليه هاي الجيريات بقى لاذا يا مركا أهل كيما كوية لا حكتدى دي وأنا أبير المؤمنين أبو بكر يوحو لله ما يا يا عثمان الله تفعل سيدا هايين وراني أهل هاي قويين هم يكوين بوحن بارسين يا مركا أهل كيسو قرى مسؤولية دي مسلمين تورنا بعضو شكسار وهي ولكن هاتي وارئيكين soo qaada qirtaasaka warqadaadi waqaramka qalamkaan ina la kaale leemliya aleeka aan ku yeeriyo kitaab al-ahdi kitaabka balantii dardaaranka dardaaran baan ku qoray adiga haba ehelahay ugu yeeri qalin iyo warqad soo qaad qalinkaaga iyo warqadaada la kaale kitaab dardaaran baan ku qoray Uthman bayl as-sa'ata ma imi waqtigan sa'adan inuu joogno yaadii qori ya khalifata rasuulullaah rasuulki ilaahi كي خليفك كاهايو أبو بكر ما وحول الساعة ساعة نقري
يا عثمان عثمان قبل الفوات انت انا وقتي قلت لي نفطي قبحن ايام قري يا ويكن يسمعوا دبيضنا وحا لما قال يا صوت المؤذن يقول صوت الله وحا صور وحا دعيا اذان لصلاة العصر صلاة العصر بقى له اذان مركي اللي بدأ رئيس الهدين اي صلاة دي عصر كي اذان غنفت ابو بكر بقى لي انتظرني قليلا ان يرسك يا عثمان عثمان ان يرسك بور حتى اؤدي ان تكدو صلاة العصر صلاة العصر وري رسك يكبر للصلاة صلاة دي بو يحدي الله أكبر أيوه وهو جالس يسقف فنيا وأبو بكر ثم يعتريه وحكي من الضعف التمردرها قصو خرني فيتجعو تشيب صدي حتى يتم سلاته وسلادي بدمي وهو متجع يسقف تشيفة تبدو في هلو مكالي يا عثمان عثمان مركو سلادي فدي بكو حدي تشيف بكو دمي هلو ما يا عثمان عثمان هذا بكالي عثمان عثمان بايدو نو منه وسو دوادي ويخرجو حصوصا ويخرجو حصوصاري قرداس ورقدو هيستي وقلمه قلم كينا ولا صوبحي ودواته توادي خطك نو ولا صوبحي صدح ديبا وحر املي يا خليفة الرسول هذا با اي ييري وحاد اي ييري نيسا دردارنا او بكر وحيري او بكر يملي او بكر با اريق ييري نيكون واقيا ويكتب وعثمان يكتب عثمان وقرية وحر يكتب قر أبو بكر بايري يا عثمان عثمان بسم الله الرحمن الرحيم هرت قر ماذا عيلها كبلو وعضر عيسى هذا قرال كني هذا كني ما عهد ووح قدر دارمي أبو بكر ابن أبي قحافة أبو بكر ابن أبي قحافة ومجع أبيه لبضوه أنانيس ووح قدر عبد الله من عثمان من عامر بالونجل في آخر عهده حلقي وجودا بيي بالدنيا الدنيا ذن وقت وجودا بيي واتر دارا كقرينه خارج نسق كسي بحية منها الدنيا كسي صعودا وعند أول عهده واحد قرطه ووقت يسي وجوه رئي بالآخرة آخر وجوه رئي قر داخلا فيها سوى آخرة سيجليه وما كسي لا وقسي بحية دار دارا كقرينه الدنيا ذي وجودا بيسي ومرك وجوه رئي سوى آخرة سيجليه حيث يؤمن وقرط أخرى ما يوجوغي دي مركو قريي الكافر قالب روح قرطا وخو أبو بكر هذا لكن قري وقت يقالكو وآخر أركو أخرى ما يوجوغي سقو مريا سعب وحورت يوريس ويوقن الفاجر أهو أقوان صدح حق كي فاجر كاحما وضحا هانا سلاقر ويصدق أخرى تشيغو أخرى ما يستو الكاذب كي بيان لها هانا أخرى ما يوحي بيان شري ووقت قرقرده ده ارق دواتو ان انت قر انت سوره مستبرك ده نم هو راعي اني استخلفت وحن مدح يدين كدغي ويدين كتغي عليكم يدين كيدين كغتغي بعدي دبدي ايان يدين كغتغي تلحق ابا تلحق وحن يدين كغتغي بو قري ان استخلفت وحن يدين كغتغي عليكم يدين كان يدين مامرو بعدي دبدي انت امرك قري تلحق وحق قبصتي أبا بكر أبا بكر غشية قوم وقلي مركا انت أمرك قريب وقوم قلي عثمان عثمان باوح قري إن استخلفت عليكم بعدي انت صوقر قري والرسول أملي يا أبا بكر أبا بكر يهري هذا الكوض وأسول واي بور واي وسواي واي هل كان نقوم كان واي بور إنه ذهب به وتغيبور قول انت ولا هذا الباكسون قال أبا بكر لا حول ولا قوة إلا بالله أود هي تالي لها موعدك لما لبو ينادي تبقى نور نواقي وحر يا أهل البيت تذكى قولي قد شوقو هلمو كاليا الحق خليفة رسول الله سو قال رسولك إلهي خليفيش سو قال بعد أن أفاق هذا نوو كسو برارو بعد أن أفاق مركو سو برارو مركو خصو بحي قومدي كسو ميرسدي أبو بكر أبو بكر روح كسو بحي من الغشية تقوم بها ترى كسو بحي مركو ضدك ولا واقعين وانتهوا مركا وقاتل عثمان أبو بكر روح لخشيتا إن قتلت نفسي في غشيتي تلك أن يختلف الناس خشيتا واحد كبقتي أو واحد كبقتي
نينك لا إله هذا عثمانو إن افتلت نفسي نفتي هذه أي كتختو وأي كبهدو في غشيتي كومدا انقري أن يختلف الناس تطوين الخلافة أو لا إله يويري إلا بعد أن بويدا معدب ومقعار إلا إله آيات كبقة تبور إلا مقع موشيغيني يسوه هل كانت تاقن بو كومدا انقري مساسات كبقة هذه نفتي يساق كتختو إن لا يسقب عثمان بعد نعم ها وحن كان حسنا إن مركا لا إله عيد ومقعار مجرد أضمان مركا لسقب أبو بكر بعد الفقرة واحد آخر ذا لي أنا واحد يقول علي ذا ما كتبت واحد قرطي بل يقول علي واحد قرطي عثمان باري إن واحد قري إني استخلفت واحد إذا كجتري والمامور إذا كدري بعد أنا قلت هذا كل كنا قلت دبديد بعد أنا قلت دبديد عمر من الخطاب ودبنا قدره أي قري واحد قري هذا عثمان ما الكرع الوطاء كموشرين فسم كموشرين أزور فسمعوا له مغلى او يالا وادعوه او قلاده او اسكا راعا واني انغو لم آلو كلامان حرين لم آلو الله ورسوله ودينه كلامان حري كمان حكرن آلو ومحي كمان حكرن الله الهي ورسوله رسول كيسا ودينه يدين تيسا يو نفسي نفتي ذا يو اياكم اذكا من دبا خيرا وح خيرون اذكا اخر اذي مجرم خير اذا كلامان حكرن الهي كلامان حكرن oo rasuulkiisa kala mahkaran oo diintiisa kala mahkaran oo nafteeda kala mahkaran oo idinkeeda kala mahkaran ki aan ilaahaa waa ka idin ku wareesan ma idin qoray saas ay ilaahay ugu yeebulay inaan idin kala xadin wixii tala ay ahayd odaynimo ahayd way aragnimo aha ikhlaasnimo daacad aha ee ilaahay baan idin qoro waan ninka isa ogaad tayho muslimiinti ayu inta maxaa sa u leeyay waa maamulka dhibaatadiisa aad ogtihiin iyo culaysku leeyay murankiisa rag baa lahaa baleeg ayaa Abu Bakar oo Ilaahay miyaanad ka cabsanay ma Umar baad naga tagaysa war dadkaas maxay u jeedaan buu ima kala dadka sidaa leh yaani dhibtiisu ogeyay marku saas intaas u daba dhigaya Ilaahay wuxuu ogeyay in aanagu hakran Ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa iyo nafteeda iyo kamid daba daaminka raaco yeelagu معارض بدن بوليها او ديدن او لا عمر كده دولادنا انت امر كويري وحنا ما نكرم بول فين عدل هدو هدبا قرصور سميه بول سو عمر كمان تقولوا انا انتي ان اوضي هيد ما هقرصدي دي هدو قرصور سميه فذلك قرصور كاو سميه ذني به واسدان امليني يا لو دورت مره قربا هدو سميه وين بدل هدو عدالته بدلو هو وها ان كفلانيا لغا وايو عمر فلكل امرئ ما اكتسب قف كاستا اسغالا و هو قلبسدو او ميل الاسم دنبيا لما وداغ انو اديدي وان كسي بخايا و هو سمينينا ما غرنيه بور دنبيغا اسغا كو قلدنتاي وحان كو اوغا ما كمان فلي والخير اردت انو وناغ بان دوني بور ماركا نكا وحان اخولاي وناغ دوم با اهيد haddii wanaag laga waayo isagay taas u taala lama wadaago anigu walaa aalamul ghayba waxa maqanaanu ma ogi oo ninkaasi yeeli doono wax ka soo bixi doona laakiin waa iga wanaag iyo niyatami wasayaclamu alladina way ogaan doonaan kuwa dalamu gardarada sameeyay ayyamun qalbin maasha yanqalibuna ay ku soo noqonayaan way ogaan doonaan ila ilaahay ba hore manayaan buu wasalaamu alaykum buu nabadgelyadu siina haa wa rahmatullahi naxariista ilaahay duushina haa wa barakaatuha haa sidaasaan idin qoray buur ayaan qoray buur inta waxa ku daray isagoo ilaa markii hore waad iga ogaay ma yeelin karo oo bastiye waxa inta qoray Uthman ibn Affan Abu Bakr ah ahsanta wanaag baad samaysay ya Uthman Uthmano khud waxa soo qaada al khatama shaabada ken war shaabada soo qabo faqtin ku shaabade tabana shaabada ku dhufo buur Uthman Uthmana qad akhadtu waxa soo qaaday buuri al khatama shaabadi فختمت واسابدي يا ابو بكر ابو بكر وان سو قادي وان شابدي ابو علي الا ما شيفا وبستي رسول الله وان سو قادي وان شابدي يعود اليه الخاتمه دبنا كا وحو ديبيا ابو بكر شابد واتي بقورتويه الاسلامك عيد كلمه تابن كرتو شابدن قادو كو دفه بوري دبنا وان كو دفتي بوري دبنا و ديبي الا ما حب مامول وان و ديبا اسك وان عيد كلاني غان صار امركيسو كو دفتي أبو بكر بقى وحولي
جزاك الله خيرا وريده خير هكاسي عن الإسلام دين الإسلام خير هكاسي وهذا ترتيه وأهل يدك سبب أخرج يا عثمان عثمان هذا وضحه بريمك فنادي كل واق وعطى الصلاة الجامعة صلاة بايسو كين كنتي الصلاة الجامعة صلاة بايسو كين كنتي استعدوا فإن أريد واحد دوني أن أكلمهم ضدك إن أنا لك لهذا من هذه القوة تقضى إلى أن ضدك لهذا دوني أبو سمعتني بعمر ده بيدنا عمر هذا قوي كين وأن ضدك أعلامي أن ضدك لهذا إيه هل قصة أروران الصلاة الجامعة وأري ليس هو يارك إلى ضدك هذه سلاة تكون هي مرك كربا هل قصة صوت طبعا تقضى أن كإعلامي وحالي ذي كجتك عمر ده بيدنا عمر نقوي يخرج عثمان عثمان ما ضحية وتدخل أسماء أسماء صوق شيء وإن أنت أبو بكر أسماء واحدة هذه عائشة تروى عائشة أم المؤمنين المؤمنين تهويدي ويدنا وإن أبو بكر ولا ولا رأه يا أبو بكر أبو بكر تدخل عائشة عائشة سوقلس أبو بكر مرحبا بعائشة عائشة سودو مرحبا بأم المؤمنين هويدي المؤمنين تسودو اللي هو حاسين النبي جاي مرحبا بحبيبة رسول الله سودو تي رسولك تعالي أي وري ننتيسي عائشة هاي تري عائشة عائشنا تقبل الرأس أبيها أبيها دو مضحك كرنو خطي كيف أنت يا كيف يا أبتي كيف أنت يا أبتي كيف أنت سيأتي يا أبتي أبوي اليوم ما أنت إسكورهم بيكوتين بل ما أنت إسكورهم أبو بكر حلو بحمد الله إلى أبا ما هذا لي يا عائشة عائشة ما هذه الله من كتيرة عائشة هاي تري كلما أرسلت فتاتتي كل خستور إلى أنت إيش قيني سكو صوت دربا إليك أدعو هذا أباهي إيجا وردون قال ضوحي ترى هذا عندك ضوحي قلت له هذا عندك رجال وحي إيش يكتئن ركورة فرديو وأنا كوسو قلي كري مركز طول ننتو كوسو دربا ركب الله فرديو مبين أنت إلي هذا تبين أنك كوسو قلي كرنو صورة كوف كلا فرديو وما دحويني إسلام كله وحوسيني هاي إيه الكيس آدين السهل أنك ما دحلا ويرتاي هاي وضدك يبان دكاق وبقادي وأنا هويني يدو أسمع واحد تري أجل نعم ها لم ينقطع عنه كما يكلو انبا اسغا ابو الرجال رغو كما يكلا بخن طول اليوم ما انت جبي هانتيد با رغبكم كلا بخن وا دي ما شربا لو جري وتشبا لو جري مدخدي با لكل بدلي قرال بو سمين دردارن بو سميني دينعو كبوكي هولها سلاش دبا سوده عائشه waxay tiri ala tarfuq ya abati bi nafsik ala tarfuq maxaad ugu naxariisan laada ya abati aboy بنفسك نفتها دي مدون حاليسة أضوحة نور دي بيسكي كالديس ما حميلي كرتيدي أبو بكر يا أم المؤمنين المؤمنين تهوية دي دي هوية دي دي هوية دي دي المؤمنين تهوية دي دي كيف يرفق بنفسه سيدو نفتي سوغون حاريسان كرا من تولى قف حلقاضي هذه الأمة أمر هذه الأمة تلاد أمضان إسلام كان ننك دوش قوقاتي سيدو كنا سان كرا نفتي سوغون حاريسان كرا أعينيني بور igargaar ita kule igar igarba galeebu garabka ay qabo ya asma asmay hatta ushrifa aan ka eego dadka min hadhihi alquwa taqadar aan ka eego ala ahli almasjid dadka masaajidka ku jira aan bal halka madaxayga ka tuso igarba galee garabka ay qabo ayuu markay karayay soo waan shaqeynaya taqdu asma asma ku qabatay biyadihi gacantisa ay qabatay gacantisa u qabatay halka ay qabato وتسنده وحتى غيرته يدنا قرب قليسي عائشة عائشة هي قرب قليسي وأم الفروة كما لو رجلينا من وراء ذهره حق الضمبي يدنا أي كقرب قليسي حتى يخرج الرأس إلى مضحي كساري مضحي من القوة تداقض كسار سدح لاته مرابا قبطي أبو بكر بوحر يا أيها الناس تديهو يا معشر المسلمين مسلمين تيسو تيمي أصغوا إلي إذا قيسة فلا علكم وحلقة يا با ودو دي هنبول إذا جيسا مانتا وحلقة يا با لا تسمعوا صوتي إن إذا عدك يقبا مقال تعد اليوم مانتا كده إني قد عهدت وهم بل وان دردار ماي أهدا دردار مان دي وما ألوت كمان هارين كمان ريبين من جهد رأي رأي حالكي ودن بي ستارو كمان هكرن كرمان هارين وحبا وهو إلهي إقرار رعمائيه أنت أودي إلهي ولا وليت بل هذا أفرسه حلك إيدين كمان ديبين ذا غرابة إن حكتدي دار إيدين كمان ديبين حكتدي دار نين
حليدين كمان ديبين أفترضون رالي مكتهين بمن أستخلفه عليكم ورنك آنيدين مقعابه إيه آن حلك إيدين كوريتيو وان إلدرانا هاي رالي مكتهين ضدي هو مسلمين تا أراني آني حكتدي إذا أبو رومان ديبين تاسوسيه الرئيسي نين حكتدي إذا أمر ديبين لكن نين كان يدين كل ديبار رالي مكتهين الجميع ضد كورنبا واحد رضينا يا خليفة رسول الله رالي ما نكرنا هاي من تستخلفه قفك آد حلك النوبو ديبتع علينا أنك نرضى به رالي ما نكرنا هاي من تستخلفه قفك آد نوبو ديبتع علينا أنك نرضى به رالي ما نكرنا هاي أبو بكر باوحولي هذا إني أنكو قد استخلفت عليكم وحن ماذا حيدين كردقي عمر بن خضاب بان ماذا حيدين كردقي فاسمعوا لهم مقلا واضيعوا يالا ننكا أو تكتلقات أو ما ملكي سوه قانسنا الجميع تتكيو دنبا مركا وذيري سمعنا وانو أقبلنا وانو يالني وانو مقلي وطعنا وانو أقلاني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانو قادنا تلدادا وسقا نوم مضحا وانو ككل صونهي وانو أقلبالي سي قود با تتكي مركا أو أقبلين ومسرحية القوي الأمين وشكدي كسواب سنين ننك أود بضن إيه أمانة بضن وعمر بن الخطاب وحق قري علي أحمد باكثير بتصرف يسير ننك أساق قرال كلها وحير بينك بدل اللي بولي والله علهم بالسواب وبالله